مراقب متابع، لكن من الصعب السيطرة على كل التحركات. صحيح لم يسجل أرقام حتى الآن كثيرة، لكن هذه الأرقام حتى لكرة المهاجم ويخفق أمام المدافع. الله على كرة لم يكن مراقبا، جحفلي يترك في هذا المكان، يترك لوحده في هذا المكان. هل تتناسون ما يقدمه جحفلي في مثل هذه المواقف؟ شوف الكرة، شوف الضربة الرائعة. غياب النجوم، من غياب النجوم الكرة العرضية العالية، الرأسية تأتي، المتابعة مستحيلة يا هلال. طريقة المهاجمين، جحفلي يتابع كرة في المرمى. الله على المتابعة، بالدفاع يهاجمون، بالدفاع يحافظون على الصدارة، على التقدم. شوف لصلاح مدافع وحلوة، الأمير يلعبها عرضية وتغطية سريعة من الدفاع، يتقدم ملعوبة هتان. شوف شوف إعادة، انتظر الراية وانتظر الصافرة، وبالتالي مرت الكرة وكادت تكون يعني مع البريك. ليوناردو، ليوناردو مر، ليوناردو يلعب كرة. الله يا ليو، شوفها مرة أخرى، مر عدى لعمر، ولكن التألق جحفلي. سوما على حدود منطقة الجزاء، ليوناردو ليو داخل المنطقة الآن. ليوناردو يا إلهي، خطأ في هذه اللقطة، هذه الكرة العرضية اللي قلب ساندرو زقعان على حدود منطقة الجزاء، تسديدة خطيرة وفرصة، دفاع يتدهور وأصحاب الأرض، واحدة من الزقعان، تسديدة صدمت في الدفاع، موقف تهديفي كان لسايد سكالب. واو جوا بيدرو، هذه تسديدة علي الزقعان، أخطر محاولات الفتح في المباراة، ممتازة التغطية. الأهلي فاز بالأمس بالخمسة، لكن عكاش يهرب الآن، عكاش يتقدم الآن، عكاش يضرب الآن، مستحيل يا جحفلي. إليها من جديد، شوف الصناعة، شوف الكرة، هذه الأولى، هذا جحفلي، هذا جحفلي، الله الله على قطع الكرة. فهد في المكان، فهد في المساحة، فهد لف، فهد راح، الله على التغطية، فهد من جديد. الكلاسيكو ما زال مشتعلا، ما زال مثيرا. شوف اللقطة، مر لك البريك، وقف من جديد، مر عرض لك وفرصة للرائد الآن مع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وبراس خطيرة لكنها مرت. تقريبا آخر كرة في المباراة، شو هذه اللقطة حياة الأخيرة، الفرصة الأخيرة للرائد لكنها ضاعت. والصافرة تنطم مساحة للتمرير، جورجينيو يعليها إلى عزيز، عزيز عزيز يحاول الكرة وتمرر في منتصف في ملعب كافي لنويف. الآن يلعب كرة عرضية داخل منطقة، هدف للهلال، لدينا فرص، لدينا ويفا مر إلى جانب ربيع، يمرر كرة لعكاي. سميري في التغطية يلعب كرة لعبد طارق عبدالله، ثم إلى عكايشي، صراع جانب عكايشي، انطلق ياسين، مر ياسين، يلعب الكرة إلى العمري، يرسل الكرة إلى بيسمار، يحاول فيها لاعب كان متألق مع نجران، أن يشارك أساسي، ربما في عودة اللاعبين الأساسيين. رحلة التعادل، هل يصلون؟ هل يصلون إلتو؟ تهديف المباشر على مرمى فريح، إلى وحدات الفريق من الظهير إلى الظهير ومن لاعبي الوسط مع المحور. ضبط في تمريره، مقطوعة للدفاع الهلالي، كرة لصالح الشباب، حلوة من صليهم، عبد الله مقطوعة من عبد الله تعود للشمراني، والتغطية ما يحتاج السرعة، الشمراني الجحفلي تباطأ الشمراني فيها وخلص. فاروق إلى جحفلي يغطي، كرة ناصر الشمراني، الفيصلي والشباب مع الاتحاد، الشباب يحاول أن يكون كيف يقول ما في شيء، تعود مقطوعة لصالح الشباب، الشمراني انتقل ولكن عدى بكرة تمريرة باتجاه باخر شوي، مشروع مرتدة نشاهد يتقدم، هذا سعيد يحاول وتطفي، يلعب الكرة خطيرة لتيسير، ولمسة عند عمر لتيسير، وبعد ذلك تمريرة تيسير عند عمر. كلاوديمير تغيير اتجاه اللاعب على الجهة اليمنى عند فيدفا، تحضير بالراس عند باخر شوي، عند عطيف، عطيف يفتك فيدفا، فيدفا داخل منطقة الجزاء، مر يبدأ اليوم في حراسة المرمى، متعب شرحيلي في خط الظهر، لكنها تصل، وصلت بعد ذلك إلى نواف العابد. نواف بيلعب لكرة في نص الملعب، فيها استلام، فيها محاولة، فيها تمريرة، كرة أصبحت الآن مرتدة، كرة
البينية، محاولة لمصلحة الفتح في الجهة اليسرى خطيرة، لكن أيضا محاولة لمصلحة الفتح، تمريرة الأمام خطيرة لكن أيضا تغطية من جانب جحفل في هذا الموسم، ما شاء الله تبارك الله. كرة تعود مرة أخرى، بينية محاولة فتحوية، تغطية، تدخل، هذه كرة تعود مرة أخرى، لمسة وتمريرة لكنها بدون تركيز. لسه بدري حتى أسلم من جانب نوح الموسى، جواب محاولة مرور، تغطية وتدخل، حمد يحاول المرور أمامها جحفلي، تدخل محمد جحفلي في اللقطة الماضية، تعود مرة أخرى سلمي مصحة الفيحة، بناء المرتد لحسن معاذ، حسن معاذ عنده مساحة لكن جحفلي يخرج أن يلعب مباريات أفضل، نتائج أفضل في الأيام القادمة. المتبقي له 7 مباريات في الموسم، 7 مباريات. ياسر الشهراني، ضغط عالي من جانب روني فرناندو التي يستضيفها استاد مدينة الأمير، يعطي تمريرة خاطئة، بدر بادي يأخذ كرة، يعطي نقلة تمريرة أمامية، رايد الغندي يحاول المرور، كرة الماضية لقطة أجمل من جول كما يقال، هنا رايد الغندي على اليسار بالكار، خذوا هات في اللقطة الماضية، فيتوس بحان النابت كرة مناسبة راموني دياز، راح أتكلم بعد أحد يحاول التقدم للأمام، جاء به من خلال هذا اللقاء الهداف جاء عبد الرحمن العبود، عبد الرحمن العبود يتقدم الآن في مكان في الجهة اليسرى، جحفري في التغطية، مساندة من ماجد النجراني، الله على الروح، القتال كبير، كوي كبير، رماها 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 عبد الرحمن سريع، لكن اللقطة الماضية ما شاء الله من سرعته يسبقها، وصلت باتجاه الكوي كبير، كرة بترجع الآن بالسبيدي عبد الرحمن والمساحة عبد الرحمن والسرعة، لكن جحفري في التغطية والكرة بتتحول الآن مرة أخرى، يا سلام يا سلام للكوماندوز، سعد هذه المرة خذها، خذ المشوار كله، خذ المشوار كله، لكن جحفلي، جحفلي يوقف سابي، والآن محاولة يريد أكثر من التعادل، كرة تصل إلى الكويكبي عن طريق أحمد الشيخ، الكرة العالية باتجاه الكويكبي، استلمها 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 استلمها، يحاول يمر لكن جحفلي بيخلصها، كرة ترجع للكويكبي، لعب على لاعب، الله على التغطية، جحفلي فهد المولد العائد من تمريرة في مكان الآن، وصلت إلى عبد الرحمن الغامدي بالكرات الطويلة لكن مقتول، بيرسل الكرة إلى كهربا، كهربا استلم، لعب على لاعب ممكن، جحفلي معاه، كهربا بالحل الفردي، لا مع جحفلي، الحافظ يتقدم، دربكة يستعيدها في رويف، والله على الصناعة، كهربا استلم، كهربا حاول، لكن تغطى على نظراته، على لعباته، على متعته، في رويف فين ويفا يا طار، شوف كمية الكرات المقطوعة في المساحة الآن، فين ويفا الكرات العالية والمساحة، تغطية من جحفلي، جحفلي سيطر، جحفلي بيرسلها، خطف ويفا يلعب الكرة في مكان، عكاشي يحاول الدفاع أقرب، جحفلي مبراجد وتدعم، وفهد يقف ويتواجد وينتظر الدعم، خذ مكان فهد، خذ مكان فهد، لعب على لاعب ممكن، لعب على لاعب ممكن، لعب على لاعب بيعدي، لا 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 قليلة تشاهد فيها يلعب ريفاس مع مشاهد المريع الاثنين في اليوتيوب، كرة طويلة محاولة خطيرة باتجاه تراباي، تراباي وجحفلي لكن محمد تغطية يعطي الإضافة الهجومية الكبيرة، طبعا حماس المباراة الأولى، تدخل في اللحظة الأخيرة تغطية في منتهى الروعة، حسنت معنوياته والرائد لم يستسلم بعد، تراباي سمة الربيع هنا في أبار يا أبي موسى، هنا في المدينة العريقة في طريق قوافل الحجاج، والفترات النجم الكبير فهد الشيان في فترة من الفترات، أسماء بالتأكيد وأجنحة مرت وقد متابعة، الله على التغطية، الكرة بتعود بعد ذلك، سأسل الآن سريعة عن طريق اللاعب جحفلي، جحفلي بيرسل الكرة بالخطأ، تعود بعد ذلك باتجاه ساسي، ولكن الكرة لزمن هذه المباراة، النصر يحاول عن طريق كابانانكا حاب من أشرف الشرقي، النصر يدفع ثمن، النصر يحاول بركات بر، بركات داخل منطقة التسجيل، متابع مراقب، شفت ما زالت معاه، بدأ فريق الفيصلي يطلع من منطقته، الزيادة العددية تقليص فرق النقاط عالية أمامي جوستافو، جوستافو في الجهة اليمنى، صعب تصير، صعب تصير، كرة بتتحول الآن باتجاه إدواردو، إدواردو جحفلي جحفلي جحفلي
هو الفارق حقيقة ما بين جعفر قبل سنوات وجعفر، هو الفارق حقيقة ما بين جعفر قبل سنوات وجعفر الحالي. المكتوب باين من عنوانه في هذه المباراة، البداية القوية من الطرفين من أجل الحصول على المحترفين ألا يهبط الاتفاق بالتأكيد في هذه الفترة. كرة على الجهة اليمنى، تمريرة حلوة لكن فيها تغطية، العبها عند عابدي، عابدي على الجهة اليسرى، عابدي يحاول مرور، عابدي مر بيت دفاع الهلال، كرة طويلة فيها تغطية وتدخل جحفلي. دور الهلال كبير في مباراة اليوم، الشيخ يحاول بالكرة على الجهة اليمنى، جحفلي في هذا الموسم لأنه الجحفلي قضب تقريبا قضت مرور كويكبي، عاد بتمريره خطيره جدا، محاوله لسعد الخيري لكن طارت عليه. شوف جحفل اسامه هوساوي بلمسه بتمريره خطيره على حدود منطقه الجزاء، فيها تغطيه وتاليبان، عبد علي الشيخ يحاول مرور، جحفلي في التغطيه واحد على واحد، وبعد ذلك مره اخرى الشيخ مر او هذا العبودي للشيخ احمد امام التغطيه اليسار، اتفاقيه مرور جميل، مرور السيد مر سيد عطى بكرة جحفلي يتدخل مرة تانية. محسن فلاتة هو اللي مقابل معاه كويس، تنزل الكرة عند جحفلي لحد من عبد المحسن فلاتة اللي مقدم مباراة كبيرة ما شاء الله. أمامية مرتدة، هارون مع الكرة، هارون مساحة عايز يعدي من وسط اثنين، ولكن قبل القادسية في دور المحترفين أنفاز على الهلال 9 أو 8 انتصارات هلالية وثلاث تعادلات ولا انتصار قد ساوي. الهلال سجل 20 هدف في مرمى القادسية، موجودة لمسة سريعة في أقصى الناحية اليمنى إلى ياسين برناوي، أرضية أرضية ولكن الميدان، الكرة ملعوبة لصالح الفتح في انطلاقة وضغط من 3 لاعبين للهلال، لكن الهلال الذي جاء من أن يحصل على اللقب 15 في الدوري، هذه الكرة ملعوبة بالرأس جديد عن بطولات وعند عن إنجازات بالنسبة لأجيال سابقة. راحت إلى عبد القادر وسلاتي، وسلاتي عنده كرة يعديها ممتازة داخل منطقة الجزاء، التغطية الدفاعية من جانب دفاع نادي الهلال جحفلي يعطي كرة نواف، لا وجود لرايا بعد التمريرة من جحفلي خلف المدافعين، عز الدين دوحة مرة أخرى يتصدى، وصلت لجحفلي يصوب، يعتمد على الكرة المرتدة من بعيد الكرة أزرق هذه المرة من جحفلي، هذه المرة ممكن يجعلها في خطر دائم، كرة عرضية خطيرة بالراس وريباس يبعدها الدفاع يا إله، فشوفها شوفها شوف العرضية شوفها والراسية جميلة من البريك، هذا البريك ما شاء الله عليه ما شاء الله. نواف لياسر الشهراني خطيرة داخل منطقة الجزاء، عرضية تمر بالراس عدت خطيرة، تعرف منين يخرج لك محمد جحفلي داخل منطقة الجزاء الفريق الخصم من الكرات الهوائية، ارتقاء جميل وضربة راسية هوب جول، لكن الآن عرضية راسية والكرة إلى خارج الملعب، هذه اللقطة وهذه اللعبة والكرة سلامات هاجم بنيتو، حتى الآن كرة ملعوبة ناصر الشمراني آخر المواجهة الموسم ليس ذلك الرائد الذي جحفلي يحاول ديب مر من لاعب من الثاني لكن صاروا أربعة أمام متصدر الدوري يبحثون عن فوز أول في تاريخ في الموعد، ريفاز سجل 7 أهداف في هذا الموسم مع الهلال في بطولة